مراكز العزل والحجر في المملكة تعمل وفق آلية متطورة لتسجيل وتوثيق جميع البيانات والمعلومات الخاصة بالنزلاء والمصابين والمخالطين لهم بهدف مواصلة العمل بكل احترافية في ظل أزمة كورونا. قاعدة البيانات اللي احنا اعتبرناها في الحجر، طبعا احنا في البداية في شهر فبراير كان جدا النظام كان على وورد، بعدين تدرج لصار اكسل، من بعد الاكسل تدرجت طبعا في جمع جميع المعلومات الموجودة لين صار عندي سيستم، وتم ادماج اي صحة اللي هو تبع وزارة الصحة ان تكون جميع نتائج المحجورين تكون مسجلة وموثقة، واحنا نكون فيها تتابع حق جميع النتائج اللي تحضر لنا، فيها يعني مصداقية جدا دقيقة من ناحية تتبع جميع النزلاء اللي موجودين عندنا في الحجر، من ناحية يعني متى هم بيترخصون، متى لهم إعادة العينة. أنا متطوع متخصص في مجال الاي تي، لبينا نداء الواجب والوطن، ومن بداية ما انتشر المرض الحمد لله جينا عرضنا خدماتنا بحكم أنه لازم يكون عندنا داتا صحيحة وأعداد دقيقة جدا بحكم كم عندنا الحجر المحجورين وكم عندنا عدد المصابين وكم، وكنا نتواصل مع الدكاترة المختصين نعطيهم التقارير بشكل دقيق وعلى مدى 24 ساعة. طبعا وزعنا الشفتات على 3 شفتات بغير إجازات علشان نوصل الفكرة بالشكل الدقيق.